من القليوبية بيسأل عن المواريث يا دكتور. اه الاستاذ محمد من القليوبيه بيقول ان والده وصى عنده بيتين ومجوز يعني زوجتين، والزوجه دي باولادها في البيت ده والزوجه دي باولادها في البيت ده، والبيتين مختلفين، عاوزينه يكتب الحاجات دي خلاص تكتب مش مجرد وصية. انما وصيه اعطيه وصي ازاي؟ لو عملها وصيه يبقى ترجع في الاخر للتراضي بين الاطراف جميعا وممكن تدخل في نزاع. فاحنا بنقول اي اب زي كده نقول له ايه؟ من الاول انت اكتب البيت ده للاولاد دول كلهم يكتب. بالتساوي بقى او زي ما انت عاوز. والبيت ده للاولاد التانيين بامهم بالتساوي او زي ما انت عاوز. لو وصيه والوالد مات خلاص والمساله انتهت نعمل ايه؟ بقول للاولاد حتى يرتاح ابوكم تراضوا او تراضوا عما فعله واعملوا كده وسامحوا بعضكم بعض عشان خاطر ان ايه؟ يفضل الامر على الحسنى ان شاء الله مع ابيكم.